اوكي الان بدنا ناخذ ماشين ليرنينج بيزكس وذ كيراس. طبعا هذا من وين تصلي له tensorflow.org/tutorials. ففعليا في هذه في سلسله الدروس هذه اللي هي الماشين ليرنينج وذ بيزكس وذ كيراس هنتعلم عده شغلات، كيف انه احنا نعمل كلاسيفيكيشن للايمج، كيف نعمل كلاسيفيكيشن للتكست، كيف نعمل ريجريشن، وحنضيف تفاصيل اكثر، زي مثلا انه انا كيف اعمل بلوت للمنحنى تبع الايرور، كيف انه انا اخذ قرار انه انا اعمل ايرلي ستوب ما يضلوش انه هو يعمل تريننج ولاقي انه هو نزل الايرور وبعديها انه رجع ارتفع ثاني، لا بدي اقول له انه اول ما يرجع يرتفع بدك تعمل ستوب. تمام، بالاضافه انه راح نشوف مفهوم الاندر فيت والاوفر فيت، لانه يعني هنا في النيورال نتورك تحديدا معرضين انه احنا انه الموديل تبعنا يصير فيه اندر فيت او اوفر فيت بشكل كبير غير عن المودلز الثانيه، وبدنا نشوف كيف نعمل سيف ولود للموديل، لانه هذه شغله كثير مهمه. احنا بنقضي ساعات طويله واحنا بنعمل ترين للموديل، فمهم جدا انه نعمل له سيف للموديل، معناها سيف للويتس تبعتي بالاضافه للنيورال نتورك اركتكتشر عشان انه استخدمه فيما بعد. اوكي، بالاضافه للهايبر باراميتر تونينج باستخدام الكيراس تونر. خلينا نبدا باول وحده البيزك ايمج كلاسيفيكيشن. تمام، هنا راح نعمل كلاسيفاي للايمجز اوف كلوثينج، صور الملابس. فمباشره هنا هاخذ منه نسخه على الكولاب، طبعا الداتا سيت هذه اسمها فاشن امنست. امنست هو عباره عن اسم انستيتيوت في اليو اس، عمل يعني هو اللي حضر الداتا سيت هذه. تمام، مكونه من 70,000 جراي سكيل ايمجز ان 10 كاتيجوريز. تمام، والايمج هذه 28 في 28 بكسل. كمان مرة، عندي 70,000 صورة مش ملونة جري سكيل، هنشوف برضو كيف نتعامل مع الصور الملونة. هنا عندي 10 كاتيجوريز وكل صورة عبارة عن 28 في 28. فخليني اخذ نسخة من النوت بوك هذا اللي انا بدي اعدل عليه. وهنا احفظ انه اسمح للاوتبوت انه هو ينحفظ، وهنا بحكي فاشن امنست ايمج كلاسيفيكيشن كيروس. اوكي، طبعا import TensorFlow STF from TensorFlow import Keras. هذه عبارة عن utility function هستخدمها في البلوت، لأنه هعمل بلوت للإيمج. وحين بشوف الفيرجن أنا عندي تبعت TensorFlow يفترض 2.2. تمام، هي 2.2. طبعا الصور زي ما انتم شايفين هذه عبارة عن صور لملابس زي ما انتم شايفين، زي هيك جري سكيل، انه هذا عبارة عن بنطلون، هذا عبارة عن تي شيرت، تمام، أحذية زي ما انتم شايفين، دريس، تمام، فساتين وتنانير وتيشيرتات بناطيل، شغلات كثيره. بدنا نعمل موديل انه يعملها كلاسيفيكيشن. اوكي، طيب هجيت هذه الداتا سيت بريلودد في التنسور فلو،
تمام. ايش معناته انه بريلودد؟ انه محمله وجاهزه. انه انا في عندي هنا موديول اسمه داتا سيتس، في داتا سيت كثيره انه محمله وجاهزه، فبدل انه ما نتغلب في تحميلها، لانه تحميلها مش قضيه، تحميلها انه هنا لو رحت انا على الكيراس، تمام، على الجيتنج ستارت، على الكود اكزامبلز، على الايمج كلاسيفيكيشن فروم سكراتش، حلاقي هنا انه انا في عندي هنا داتا سيت للكاتس والدوجز، هو حملها هنا من الانترنت، هذا هي عباره عن ملف مضغوط زي هيك، فك ضغطه، تمام، وشاف انا عندي مجلد اسمه بيتس، شاف ايش المحتويات تبعته كاتس ودوجز، فبالتالي هذا المجلد الرئيسي اللي فيه الـ 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 الصور تبعتي، كل مجلد فرعي راح يكون عباره عن اسم كلاس، فبالتالي هنا كل صور الكاتس موجوده في المجلد هذا وهو بعتبره كلاس. ليش؟ لانه هنا تخيلوا فور فولدر نيم ان كات اند دوغ، بلف على كل الصور وبقرا لي اياها زي هيك، تمام. فبالتالي انه انا هنا بدي له تياف كيراس ريبروسيسنج ايمج داتا سيت فروم دايركتوري، بدي له اسم الدايركتوري، فبالتالي بروح بتطلع على كل المجلدات اللي موجوده فيه وبعتبر كل مجلد فرعي عباره عن كلاس. فبالتالي اللود للداتا سيت انه من رو ايمجز، هذه مش موضوعنا، مش اتس نوت ذا بوينت. فبالتالي هنا بتعامل هنا مع الايمجز، انا عندي فاشن امنست بتساوي كيراس داتا سيت فاشن امنست، وهنا عملت لود للداتا سيت، ايش بترجع لي اللود؟ تو تابلز، كل تابل من ايش مكون؟ او خلينا اول نقول انه التو تابلز هدول واحد للترين وواحد للتست بس، وكل تابل الايمج والليبل بالضبط، تمام؟ فهي خلينا نحمل الداتا سيت، خلينا نشوف كيف شكل. الايمجز عبارة عن numby array، تمام؟ كل صورة عبارة عن ماتريكس، صح؟ تمام؟ مش لحاله، أنا هي الداتا سيت أنا عندي preloaded. بالضبط، أنا عندي I am read image read، هذه عبارة عن دالة بتقرأ لي الصورة من ملف، وبتروح بترجع لي ماتريسيس. لو كانت انا عندي جري سكيل بترجع لي ماتريكس وحده، لو كانت انا عندي ار جي بي بترجع لي ثلاثه ماتريسيس، فبالتالي الثلاثه ماتريسيس انه هي الماتريكس الاولى كوما الماتريكس الثانيه كوما. لاحظوا انه هنا نقط نقط نقط، معناها انه مش السايز انه صغير هالقد زي ما انتم متخيلين، تمام، انه هذه كل واحده ماتريكس قديش الدايمنشنز تبعتها، هذا كلام حنعرفه من هنا دوت شيب. قديش؟ 6000 سجل، تمام، لانه هنا بحكي لي انه 60000 للترين و10000 للتست، هم كلهم قديش حكى من الاول؟ 70000، اخذ 60000 للترين و10 10000 للتست، فبالتالي هنا هذه 60000 في 28 في 28 60000 عدد الصور، كل صورة عبارة عن 28 بكسل في 28 بكسل، أو بالأحرى أنا عندي 60000 ماتريكس، كل ماتريكس عبارة عن 28 في 28 دايمنشن تبعتي، تمام؟ طيب ناخذ أول صورة، كيف نصلها؟ أوف الزيرو، شايفين؟ هذه الفاليوز تبعتها عبارة عن array numby array. ايش القيم انا عندي؟ زيروز، بعديها هنا عندي 36 136، ايش القيم هذه؟ عبارة عن ايش؟ درجة اللون ولا درجة الجري سكيل؟ احنا حكينا انه هي جري سكيل ايمج، فبالتالي هذه بتعبر عن درجة الانتنسيتي، تمام؟ فهنا اعلى قيمة ما بتتعدى ال 255 كله، لو لاحظت هنا كله ما بتعدى ال 255، فبالتالي هنا هذه زيروز معناها انه المنطقة هذه فاضية. هنا انا في عندي شكل معين، هي قد حنشوفه، حنعمل image
show I am show لهذه الصورة. طيب هذه الصورة بعد ما شفنا المحتويات تبعتها ايش بدنا نسوي؟ بدنا نشوف الشيب تبعها. يبقى الايمج اوف زيرو دوت شيب قديش بتتوقعوا؟ 28 في 28 تمام؟ اوكي. طب الواي كيف شكلها؟ 10. انا عندي 10 كلاسز ماشي، بس كم اكزامبل انا عندي؟ كم قديش حجم الترين؟ 10,000. هذه التيست 60,000. فبالتالي هذه عبارة عن array، شايفين 9 0 10 كلاسز من 0 ل 9، وانا عندي هنا نقط نقط نقط. ليش 0 1؟ من 0 ل 9 10 كلاسز بالضبط. شوف الشيب تبعها، ستين ألف وندى عمود واحد تمام، ستين ألف. كيف؟ لا، هاي الليبلز، هاي الليبلز. الليبل زيرو معناها تي شيرت، واحد معناها تراوزر، اثنين بولوفر، ثلاثة دريس تمام. فبالتالي انا عندي هنا لستة اسمها الكلاس نيمز. تمام؟ فبالتالي انا اول اكزامبل ايش الليبل تبعه؟ 9. بس ايش التسعة هذه؟ ايش اسمها؟ فبقول كلاس نيمز، بجيب الاندكس تبعها اوف ترين ليبل اوف الزيرو. فهنا زي كانه بتصير كلاس نيمز اوف التسعة، بطلع انا عندي بوت تمام. طيب واحد شو الكلاس تبعه؟ عبارة عن تي شيرت تمام؟ واضحة الأمور لغاية الآن؟ والتست راح تكون نفس الشيب. شوف الشيب تبع التست، حتلاقي إنه هذه 10,000 وهذه 10,000، 28 في 28. طيب حكيت هذا الكلام، اكسبلور ذا داتا، لا داتا إنه هي شفنا الشيب تبعها، شفنا اللينث تبع التريننج داتا 60,000، التريننج ليبلز شفنا كيف شكلها تمام، والشيبس 10,000 في 28 في 28، واللينث تبعت التست 10,000. الآن بدنا نعمل، بدنا نظهر أول صورة تمام، plt.figure، بعديها I am show إيش أديته؟ image show عفوا train image of zero. اول صورة ايش رجع، ايش جبت له هنا؟ matrix 28 في 28، وهنا قلت له color bar كهيستوغرام كهيت ماب يعني تمام، وهنا حكيت له انه show. فبالتالي هذا عبارة عن boot زي ما شفنا الانكل boot. كيف؟ الالوان مش زي الايش؟ صحيح، لانه هنا حاطط انه كلر بار. ايش معنى كلر بار؟ انه زيرو، انه يعني اللون الغامق، واعلى فاليو 255 اللي هي لون فاتح، زي كانه عكس الموضوع تمام. فبالتالي هنا صارت زي الهيت ماب بالضبط، انه بهذا الشكل عشان الكلر ماب. وهنا قلت له انه الجريد بتساوي فورس، بديش اصغر الجريد هنا. نشوف ايمج واحد عبارة عن تي شيرت كيف شكله بهذا الشكل.
اوكي طيب احنا شفنا الايمج 0 تمام وشفنا الايمج 1 هاي الايمج 3 زي هيك طبعا بخصوص الكلر بار هذا لو انا شلته شايفين هذا العمود اللي هو اللي بحدد درجه اللون انه انا عندي اغمق لون اللي هو 0 انه ما فيش مش مضيء هذا البكسل تمام لغايه ال 255 انه هو مضيء بشكل كامل هلقيت هذا لو شلته ما بظهر لي الكلر بار ما بظهره تمام عشان هيك اللون انا بخليه اوكي يعني الان الصوره هذه البوت هذا هذا الايمج 0 تمام لو بدي اجي اشوف انه اول صف انا عندي هل البكسلز مضيئه ولا مش مضيئه تمام اللي هو هذا اول صف زي هيك فبالتالي انا بتطلع بلاقي كله اصفار مش مضيء مش مضيء هذا الصف كله بالكامل يعني الشكل فبالتالي هذه القيمه انه كل ما زادت انه كل ما كان البكسل مضاء اكثر فعشان هيك انه هو عمله ككلر زي هيك يعني تمام فهو مش كلر بقدر ما هو قديش انه هو البكسل مضيء او لا لانه جري سكيل طيب الان قيم الالوان انا عندي من 0 ل 255 فانا بدي اعملها نورماليزيشن بدي اخلي الرينج تبعها من 0 ل 1 فبروح بقسم كل الاري على 255 فبالتالي ترين ايمجز تساوي ترين ايمجز على 255 بقسم كل عنصر الاري على 255 ونفس الشيء بالنسبه للتست خلينا نشوف كيف شكلها الان فبلاقي انه خليني بس اشغل هاي اول بلاقي انه صارت انه ارقام عشريه وعشان تكون الامور اوضح اكثر خلينا نشوف اول صوره زي ما انتم شايفين زي هيك فاعلى قيمه صارت 1 لانه البكسل مضيء بالكامل واقل قيمه 0 انه البكسل معتم بالكامل تمام الان هنا بده يعرض بعض الصور عمل فيجر والسايز تبعه وسع وحطه 10 في 10 وهنا حيعمل فور اي ان رينج 25 ايش حيسوي حيعرض 25 صوره تمام طبعا هنا لما انا بدي اعمل كذا بلوت في الفيجر بروح بستخدم هنا سب بلوت بالضبط تمام فهنا 5 و5 ابعاد بالضبط في هنا اي زائد 1 الاي هنا بتبدا من 0 زائد 1 بتصير انه من 1 لغايه 25 تمام ايش بده يسوي بده الاكس تكس بدي اياها فاضيه ايش الاكس تكس هيها هذه القيم اللي هنا في الاكس وفي الواي بديش تعبي لي اياها حط لي اياها فاضيه تمام والجريد بتساوي فورس وهنا اديته ايمج اي ام شو وهنا اديته الاكس ليبل بدي احط تحت الصوره اللي هو عباره عن اسم الكلاس هو ترين ليبلز اوف الاي بتجيب لي اندكس بحطه للكلاس نيم بيطلع لي اسم الليبل شوفوا كيف الشكل هذه 5 في 5 مش طالع انا عندي الاكس تكس والواي تكس تمام وتحت انا عندي هنا اسم الكلاس تمام هذه 5 في 5 والبوزيشن تبعها 1 5 5 2 5 5 3 هي المقصود ب سب بلوت اوكي والابعاد 5 في 5 وهنا 1 2 3 4 5 6 وهكذا هذول 25 صوره فهذا بوت هذا تي شيرت تي شيرت دريس تمام كوت في حقائب كمان اوكي نيجي للموديل تبعنا الموديل تبعنا الان صرنا متعودين بس هنا حيكون في شويه تفصيله هنا مش حيكون دنس فيتشر حيكون فلاتن ايش هو الفلاتن
أنا عندي الصورة 28 في 28، تمام؟ إيش الفلاتن هتسوي؟ هي مقسمة على صفوف، الصف الأول، الثاني، الثالث، لغاية الـ28. إيش راح يسوي الفلاتن؟ راح ياخد أول صف، حطه هنا، بعديها راح ياخد الصف الثاني يحطه جنبه، الصف الثالث زي هيك، فبالتالي هذا أول صف، هذه ثاني صف، وهذه ثالث صف، وهكذا، وكأنه بعملهم فيكتور واحد، فلاتن ببسطهم، تمام؟ ال 28 في 28 ببسطهم في 1 فيكتور. يعني أنا عندي أول لاير أنا عندي عبارة عن النيورونز، بدي أصفتهم تحت بعض، فبالتالي من المنطقي والطبيعي إنه أنا أعمل فلاتن للصورة بهذا الشكل، تمام؟ 28 في 28 قديش؟ 700 قديش؟ 700 مين هذا بالكالكوليتر ولا 784. فبالتالي انا عندي الانبوت نيورون 784. من وين اجوا هدول؟ 28 في 28. بعد هيك الطبقه اللي وراها كم نيورون فيها؟ 128 نيورون والاكتيفيشن ريلو، والطبقه الثالثه 10. ليش؟ 10 كلاسز بالضبط، تمام. ممكن ان انا ازود وانقص، لسه ما وصلنا لهش هذا الدرس. هو شوفي، ممكن انا اجرب قيمه صغيره. دائما الشغلات هذه انه بتكون مضاعفه، يعني 32 64 128 مضاعفات، يعني الباور 2 بالضبط. فالان ممكن ان انا اجرب 32 واجرب 128 واجرب مثلا 32 و64 و128، تمام؟ بشوف الايرور تبع كل وحده وعلى اساسه ببدا اتحرك انه انا ممكن انا اضبط هذه الشغله. الشغله الثانيه انه ممكن هنا في الهايبر باراميتر، يعني في الكيراس تونر، انه انا اقدر انه اعمل ادجستمنت للشغله هذه يعني. بس الفكره في الموضوع هنا انه انا عندي اللاير الاول 784، تمام؟ فبالتالي انه انا بدي اختار حجم مناسب لللاير اللي وراه، يفترض انه ما يقلش كثير عن اللاير اللي قبله، تمام؟ ف اوكي، انا ممكن اتخيل النيورال نتورك انه هي بتحول لي النون لينير للينير، تمام؟ وكل طبقه بتحاول انه هي تنقص لي من الديجري تبعت البروبلم عشان تصير لينير في الاخير، وعشان تكون لينير سيبربل اقدر انه انا افصلهم بطريقه معينه. فالان انا ضفت طبقه معينه، تمام؟ وجيت لقيت انه الايرور مش كتير، ما قدرش انه هو يعمل سيبريشن، بضيف كمان طبقه عشان تساعد في السيبريشن، بكيف بضيف كمان طبقه بتساعد في السيبريشن. فبالتالي كل ما ضفت طبقات اكثر وكانه بتنزل الديجري تبعت البروبلم من هاير اوردر للور اوردر. هذه شغله. الشغله الثانيه انه بضل قديش عدد النيورونز اللي هنا، عدد النيورونز اللي هنا بيعتمد على الانبوت، تمام؟ انه قديش النيورون انا موجود انا عندي. فبالتالي الهيدن لاير في لها معادله مشهوره، والمعادله هذه انجابت بالترايل والايرور، ما فيش حاجه
في يعني proved mathematically انه والله هذا العدد بيجيب لي احسن ايرور، لانه النيورال نتورك في حد ذاتها اصلا هي بلاك بوكس، هذه احد العيوب تبعتها. تمام، ايش بتقول هذه المعادله؟ بتقول انه عدد النيورونز في الهيدن لاير اوكي. بدي اشوف لك المعادلة هنا من برنامج الويكا، خلي بس ينزل، خلينا نرجع احنا. فهذه انا ممكن اضيف طبقات قد ما بدي، تمام، بس بدي اخلي عيني، هذا الكلام حيبين اكثر في الدروس الان بعد ما هنا في الريجريشن هنقدر نعمل بلوت، حيبين معايا انه التريننج ايرور والتست ايرور. كل اكزامبل عباره كل صوره بتمثل تريننج انستنس. بالضبط، يبقى هي الصوره الاولى بيشوف الكلاس تبعها، صح غلط بحسب الايرور باك بروبجيت، بدخل الصوره الثانيه وهكذا. تمام، بنعرف الموديل ونعمل كومبايل للموديل. الموديل ايش بدي له؟ ثلاثة باراميترز، هيو عمل لي اياهم هنا لستد، متريكس، اوبتمايزر، لوس فانكشن. اوبتمايزر ادم، تمام، اللوس سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي، لازم تكون سبارس ولازم تكون كاتيجوريكال. تمام، اللوجيتس انه بتساوي ترو، انه بيطبق اللوج على البروبابيلتيز، والاكيورسي هي والمتريكس هي الاكيورسي، لانه هذه عباره عن كلاسيفيكيشن بروبلم. اوكي، الان بدنا نعمل ترين الموديل. ايش اداله؟ الاكس والواي وعدد الايبكس بشكل مباشر. تمام، ما فيش داعي ان انا احولها لتنسور داتا، لانه تنسور فلو بيقدر يتعامل مع النمباي اري بشكل مباشر، لانه هذه الايمجز انا عندي هاي عباره عن نمباي اري بيقدر ان هو يتعامل معها بشكل مباشر. فهي اول ايبك انا عندي الاكيورسي 81، الثانيه 86. كم باتش مقسمة؟ 1875 باتش، ال 60,000 مقسمة ل 1875 باتش. آخر إيبك الأكيورسي 91. تمام، اللوس كل ماله بيقل، بدا 0.5 وصار 0.2، والاكيورسي بتزيد، كانت 0.82 صارت 91. تمام، الان بدنا نعمل ايفالويت على التست، قديش التست الاكيورسي تبعتها؟ 88. طبيعي جدا انه تكون الاكيورسي تبعت التست اقل من الترين. تمام، هنا حاط لي لينك انه demonstrate overfitting
وكيف انه امنع الاوفر فيتنج، هذا حنجي له في الدرس هذا اليوم ان شاء الله. خلينا نكمل بقيه الدرس. انه احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا انه نشوف البروبابيليتي ديستريبيوشن لايمج معينه، هاي البريدكشنز وهي البريدكشن اوف الزيرو. طبعا هذه للكلام للتست ايمجز. كم تست ايمج انا عندي؟ 10,000. بدي اشوف اول واحدة ايش بروح برجع لي؟ برجع لي array كم عنصر فيها؟ 10 عناصر. لكل كلاس عبارة عن logit probability بالضبط. اعلى واحدة بحطها 1 والبقية كله اصفار. تمام؟ كيف بسوي هاي الشغلة؟ nb arg max بترجع لي الاندكس تبعت اعلى value. فبالتالي هذه الصورة الكلاس تبعها 9. طب الكلاس 9 خلينا نشوف التست ليبل، هل هو فعلا 9 ولا لا؟ فعلا 9. طب التسعة هذا عبارة عن ايش؟ كيف بجيبه؟ كلاس نيمز بالضبط. هنا بكتب كلاس نيمز اوف predictions of a zero. predictions of a zero 9 وهي فعلا انه 9، فبالتالي انه برجع لي انه كيف؟ ثواني بس. only integer scalar array can convert to اوكي بدي اديله هاي كلها الارج ماكس. انا رجعت لسته، يبقى كلاس نيمز اوف الان بي ارج ماكس بريدكشن اوف الزيرو، فبقول بحكي لي انه هو الان كلمه. الان ايش بدي اسوي؟ انا شفت بس لايمج زيرو، انا ايش بدي اسوي؟ بدي اكتب فانكشن تعمل لي هيك، تستعرض لي كم من ايمج. ايش بدها تسوي؟ انه تعرض لي انه هاي البريدكتد وهي للترو بهذا الشكل. فبالتالي بتاخذ الاي، بتاخذ البريدكشن اري والترو ليبل والايمج نفسها عشان نعملها بلوت. تمام؟ فالان بروح بعمل شو للايمج، اي ام شو، وبجيب البريدكشن ليبل ان بي ارج ماكس بريدكشن اري، وبحكي اذا كان البريدكتد ليبل بتساوي الترو بخلي اللون تبع البار ازرق، واذا كان غير هيك بحطه لونه احمر. تمام؟ وبروح بعمل بلوت. لا انا عندي 10 كاتيجوريز، كل كاتيجوري بروح بعملها عمود بمقدار البروبابيليتي تبعتها، حتبين معاكم الان. فالان ايش بدي اسوي؟ حطيت الاي بتساوي 0، الايمج 0، حطيت الفيجر سايز سب بلوت، عملت بلوت للايمج والبريدكشنز اوف الاي والتست ليبلز والتست ايمجز. شوفوا كيف شكلها، هاي عمل زي هيك، انه هذه انكل بوت، انه هو البروبابيلتي تبعتها 94% متاكد منها انه هي انكل بوت وهي طلعت ترو، هيها لونها باللون الازرق. في بروبابيلتي ثانيه اعلى منها، يعني اللي هي 6% هذه اللي هو الكلاس 7، ايوه حاطه باللون الاحمر، والبقيه كلهم حاطهم برضه باللون الاحمر بس مش مبينين لانه الفاليو تبعتهم كثير ضئيله. هنا حط الايمج 12، يبقى هنا صندل 96%، بس ايش طلع؟ سنيكر. تمام؟ احمر، يبقى اعلى بار هو احمر، يبقى هذا فولس بريدكشن، غلط فيه. تمام؟ الآن هذا الكلام بده يسويه لعدة ايمجز. يبقى هذه البريدكشن مظبوط، هيو أزرق أزرق أزرق، فيش أحمر، هيو هذا الصندل.
تمام، هو بياخد الاعلى، الاعلى ما دام انه ازرق يبقى كوركت، ما فيش مشكله. لما يكون الاعلى هو احمر هو بيكون فولس بريدكشن زي هذا اللي هو الصندل. تمام، فعليا هذا بيورجيني انه انا بستعرض الموديل تبعي، انه انا بشوف وين بغلط على سامبل من التست وين. تمام، هنا بده ياخذ ايمج معينه، وهنا طبع الشيب تبعها، وهنا عمل اكسباند للدايمنشن وطبع الشيب، فصارت انه 1.28×28. تمام، ليش عمل الشغله هذه؟ لانه بدي انا اعمل بريدكت، ما ينفعش انا ابدي له 28×28، بدي ادي له 28×28×1، جاست وان اكزامبل. فبدي له الايمج هاي بشكل منفرد، وهنا بجيب البريدكشنز. تمام، وبجيب انه هي بلوفر، انه هيها باللون الازرق، ما دام انه هي باللون الازرق يبقى كوركت. تمام، وهنا انه هذه كلاس 2، بنقدر نجيب اسم الكلاس اوف بلوفر. مظبوط، تمام. كيف؟ ممكن هذا بكررها بعد ما بشوف الاكيرس كيف واحدة مثلا، إذا ما ظبطتش بشوف عدد الأعينات. نعم، بس خليني هيت برضو عشان اورجيكم شغلة تانية هنا، انه بدي هنا في الران تايم مانج سيشنز، في عندي سيشن شغالة لسه، هي هذا. تمام، في عندي ثلاثة سيشن شغالة، ران تايم ديسكونكتد اكتف، لا هذه مش شغاله. إيه بس هنا ممكن انا ارجع افتحها ثاني. اجيت انا عند الفيت، مش هذه احنا تبعت ال الايمجز، شو كان اسمها؟ هذه فاشن امسك. اجينا عند الفت، هنا شو بدي اعمل؟ run before، راح يعمل run لكل السيلز لغاية هاي السيل. هيك خلص، نيجي عند السل هذه، تبقى اول ايبك بدا انه بعد ما خلص انه عندي 82.
بدأ براندوم ويتس، تمام؟ خلص عند وين؟ تمام. هاجي بدي اعمل فيت كمان مره. من وين حيبدا؟ من عند ال 91. ما بداش من الانيشال راندوم ويتس، كمل زي كانه كمان 10. هيك انا زي كانه انا مشغل 20 ايبك. هذه بدكم تخلوا بالكم منها. هذه شغله. بالضبط بدك تعملي رن هنا لتعريف الموديل، تمام؟ وترجع تشغلي مره ثانيه، يعني هنا في الكومبايل انه زي كانه بدي انيشال راندوم ويت. فبالتالي انت ايش بدك تجربي الان؟ انه انت بدك تدي ايبكس، عدد الايبوكس مختلفه، تمام؟ تزوديه او تنقصيه، وايش كمان؟ انه نجرب انه احنا ندي كمان لير، وهذا اللي بدي اسويه الان. هيك خلص؟ فطلعت من 91 ل 93. فالان انا ايش بدي اسوي؟ بس خلي بالك هذه ممكن لو دربته بزياده ممكن ادخل في منطقه الاوفر فيتنج. لسه احنا ما اخذناش كيف نكشف انه في اوفر فيتنج او لا من خلال البلوت تبع الايرور. فخليني اضيف طبقه كمان وبدنا نشوف تاثير هذه الطبقه. هاي الموديل سيكونشال شغلتها من ثاني، هنا كومبايل اخذ انيشال راندوم ويت، وهنا راح يبدا من الاول هيك. ايوه بدا من السبعينات 80 82 86 87 السابعة وصل 90 91، مش فرق كتير يعني. نعم صحيح. لا لا مش بالضرورة، انه شفتوا انه انتم في مثال سابق احنا بس زودنا كمان لير تحسنت النسبة، لكن هاي ما تحسنتش كثير. لا بيأثر، كل ما دربته أكثر كل ما بقل الايرور، يعني كل ما بتزيد الأكيورسي. بس بدي أكون حذر انه ما أدخلش في منطقة الأوفر فيتنج، لازم أعمل ستوب قبل، وهذا اللي احنا بدنا نشوفه. تمام؟ فهدول الشغلتين خلي بالك منها. ممكن انه احنا بعد ما كبرنا النتورك هي اصلا محتاجه فرصه اكثر تتعلم، فبالتالي 10 بكفيش اصلا. فبالتالي ممكن انا ازودها هنا لغايه 15 واشوف كيف الامور انه هي بتصير، تمام؟ ف الاستيميتور ممكن. نعم طيب خلينا ناخذ، شفنا الايمج كلاسيفيكيشن، خلينا ناخذ الريجريشن. في الريجريشن فعلا احنا حنعرف انه انا دخلت في منطقه الاوفر فيت ولا لا. بعديها بناخذ التكست ان شاء الله. لا ستراكشر داتا، تمام؟ اللي هو بريدكتيف فيول افشنسي. خليني اخذ نسخه.
اوكي، الداتا سيت اللي احنا بنشتغل عليها اسمها اوتو ام بي جي. هنستكشف الداتا سيت الان، بس هنا بده يعمل شويه فيجواليزيشن، فعمل انستول للسيبورن، وهنا عمل انستول للدوكس للتنسر فلو دوكس. في بعض الاكواد الجاهزه هناك صارت متوفره، كانت النسخ السابقه احنا مضطرين ان احنا نكتب كود اكثر عشان نسويها. فهذول التنتين بدنا ننزلهم. تمام، وهنا اعمل امبورت لهذه الباكجز، امبورت لتنسر فلو از تي اف، فروم تنسر فلو امبورت كيراس، ومن تنسر فلو كيراس بدي اعمل امبورت للليرز، وبدي اشوف الفيرجن تبعت التنسر فلو، يفترض 2.2. وهنا في عندي امبورت جديد اللي هو امبورت تنسر فلو اندرسكور دوكس تي اف دوكس. تمام، الان الداتا سيت تبعتي هنا كيراس يوتيل جيت فايل اديته اياها اوتو ام بي جي، هاي المسار تبعها زي هيك. تمام، فهذا مسار الداتا سيت. طبعا انا عندي اسماء الاعمده اللي هي الام بي جي والسلندرز والديسبيسمنت والهورس باور والويت والاكسلريشن والموديل يير والاوريجن. طبعا هنا قرأت البيانات read csv، اديته المسار، اديته اسماء الاعمدة لانه هذا الفايل ما فيش فيه اسماء الاعمدة. تمام، وهنا فينا عندي missing value محطوطة هنا كعلامة استفهام، فبحكي له انه خلي بالك ال not available values هي عبارة عن علامة استفهام عشان يعتبرها كنان. وهنا في عندي comment على شكل tab، وهنا separator مش كوما ولا سيمي كولن او تاب، عباره عن سبيس. وهنا بشوف التيل تبع البيانات. عن ايش البيانات هذه بتحكي؟ بتحكي انه انا عندي بدي اقيس المايل بير جالون، السياره هذه كم ميل بتمشي للجالون الواحد. تمام؟ طبعا هنا بيعتبروها في السياره انه بيجي بيسال انه على لتر البنزين الواحد السياره هذه كم بتمشي؟ 18 كيلو ولا 16 ولا 8، اذا السياره تعتبر اقتصاديه وموفره. تمام، بناء على ايش؟ على عدد السلندرز، على عدد، على الويت تبع السياره. اذا كانت السياره ثقيله اكيد حتسحب بنزين اكثر. وايش كمان؟ ديسبيسمنت، هذه شغله لها علاقه بالنقل الحركه، الهورس باور، الهورس باور قوه الحصان او قوه الموتور، الاكسلريشن، ايش الاكسلريشن؟ تسارع، تسارع انه خلال 5 ثواني قديش بتوصل سرعتها. فبالتالي اذا كان التسارع تبعها عالي بتحتاج لوقود اكثر عشان يصير تسارع عالي، بالاضافه للموديل، موديل السنه قديش. تمام، وهذا الاوريجن بدنا نشوف كيف. فالان شفنا التيل تبع البيانات، الان بدي اسالكم بعض الاسئله. نيجي الان ل نشوف الميسنج داتا. لقى انا عندي هورس باور فيها 6 ميسنج، وانا التركيز تبعي الان انه انا بدي اركز على الريجريشن، وبدي اركز انه انا ما يصيرش عندي اوفر فيتنج، بدي اعمل ايرلي ستوب. فبالتالي هدول بدي اريح راسي، وبديش بدي اعمل دروب بالضبط. اوكي، الان انا عندي هنا قبل ما اسوي هذا الكلام ممكن انا استعرض اعمل ديسكرايب للديتا. هل السنة لها تأثير في الموضوع؟ السيارات القديمة بتسحب أكثر من السيارات الجديدة. أكيد
بس بدنا نشوف قديش انا عندي الموديل هير. المين انا عندي قديش 70 والماكس كلهم قدام تمام. طيب الاوريجين عبارة عن وان هوت انكودينج، هي عفوا عبارة عن ليبل انكودينج. هاي لو شفنا البيانات هاي الاوريجين 1 2 اعتقد 3، فبالتالي المين انا عندي 1 والماكس 3، فبالتالي هي 1 2 3. هي انا عندي ثلاث بلدان مصنعة اللي هي اليو اس يوروب وجبا. هل السيارات الامريكية بتسحب اكثر؟ معروف هذه الشغلة انه السيارات الامريكية بتسحب اكثر بالوقود بالضبط. فاللي بده يسويه هنا، فما يعني انا بدي اصل لنتيجة في التحليل انه انا بدي اقول انه السنة ما لهاش تأثير كثير كبير، لانه السيارات كلها في الداتا سيت اصلا قديمة تمام، والفرق انا عندي بس مجرد انه 8 سنوات، مش والله 15 سنة او 20 سنة اجي اقول والله سيارة في الثمانينات ولا سيارة في 2020، اكيد في فرق في الاستهلاك. لكن الاوريجين اكيد في له تاثير، فهذا العمود بدي احوله من 1 2 3 ل يو اس اي يوروب جابا. فبالتالي هنا بدي اعمل ماب 1 يو اس اي 2 يوروب 3 اليابان بهذا الشكل. فخليني اشوف الداتا سيت كيف شكلها. خليني اشغل هاي وهنا تغيرت صحيح بالضبط، لانه بده يعمل له وان هوت انكودينج هالجيت. طيب داتا سيت بتساوي جيت داميز، اديته الداتا سيت شوفي كيف حيصير. هجيت هدول الثلاث اعمده حيعمل لي اياهم زي هيك، هيعمل هو لحاله دروب للكونو تبع الاوريجن، حيضيف عمود لاوروبا واليابان ويو اس اي. هذه السياره مصنعه في امريكا، هي واحد وقباله هنا زيروز. هذه السياره مصنعه في اوروبا، قبالها واحد وهنا زيروز. هي اصلا معمول لها ليبل انكودينج، رجعها لكاتيجوريكال عشان يعملها وان هوت انكودينج. لا لا لا، هو بده يجرب وان هوت انكودينج مباشره، بس عشان ارقام 1 2 3 بيقدرش يعمل وان هوت انكودينج ل 1 2 3 كانتيجرز، فحولها لكاتيجوري عشان يعملها وان هوت انكودينج. بس لا لا لا، في شغلة ثانية انه هنا انا عندي على سبيل المثال لو اطلعت انا عندي على الداتا سيت هنا، نرجع للمن والماكس هنا. المن والماكس الام بي جي ايش المين؟ 9 مايل والماكس 46 مايل بير كيلو، من 9 ل 46. طب السلندرز من 3 ل 8، ديسبليسمنت من 68 ل 400. لاحظوا انه هذا الرينج تبعها بالهندردز، هذا بالعشرات، هذا برضه بالعشرات. انا عندي الويت من 161 ل 5000، متخيلين قديش الرينج؟ من عفوا من 1600 لغايه 5000. ف ايش هو راح يسوي؟ راح يعمل نورمالايز لكل القيم هذه بين 0 و 1. فبالتالي الاجدر انه ايش يسوي؟ بدل ما يخليها 1 2 3 برضه تصير 1 هوت انكودينج يا 0 يا 1. هذا هو السبب. اوكي بدي اجي احكي هنا على النورماليزيشن، ايش مفهوم النورماليزيشن وليش مهم كثير في النيورال نتورك. لنفترض انه في عندي عمود اسمه الايش، يمكن انا حكيت هذا الكلام سابقا صح؟
قديش الرينج انا عندي من 0 لغايه 70 120 ماشي متفائلين كثير انتم. والانكم اقل واحد قديش باخذ؟ قديش؟ 500 شيكل بالشهر يعني 150 دولار. 150 ضرب 12 كيف؟ ألف وسبعمية وأربعين. ألف وسبعمية وأربعين دولار في السنة. تمام؟ لا أكثر واحد قديش باخد؟ 10,000 في الشهر. في الشهر قديش أكثر إشي؟ 2000. عشر ألف. خلينا نفترض انه 3 3 في 12 3000 دولار في 12 قديش؟ اوكي هجيت لو 36 هيك مظبوط. جيت بدي ارجع هنا على النيورال نتورك هنا بدي اياكم تتخيلوا معايا انه انا عندي القيم اللي هنا انا عندي هذا الايج فبالتالي حتصير 40 50 30 تمام وهذا الانكم فبالتالي حتصير 1000 2000 10000 36000 فبالتالي مهما انا قللت في الويت اللي هنا لما تنضرب في قيمه كثير عاليه فبالتالي هذه انه انا يعني في التريننج بقدرش انه يعني الادجستمنت في التريننج ملوش تاثير كثير كبير بسبب اختلاف الرينجز بشكل كبير من هدول القيم. فعشان هيك النورماليزيشن في النيورال نتورك تحديدا مهم جدا جدا مش زي الالجوريثمز الثانيه انه ممكن انه اخليه بدون نورماليزيشن. شفتوا في الصور انه احنا ايش سوينا؟ غيرنا للرينج 0-1 بالضبط يعني قسمناه يعني حولناه لرينج قريب من الويتس قريب من الويتس تبعتي انه كفراكشن عشان انه ما يصيرش انه مثلا 255 انه في لها تاثير كثير كبير كرينج. فعشان هيك انه النورماليزيشن هنا كثير مهم جدا في هذا الموضوع. فعشان نعمل نورماليزيشن اصلا طريقه انه انا عندي الواحد 2 3 انه تتحول لون هوت انكودنج والبقيه هدول عباره عن نيوميريك فيتشرز ايش راح يصير لها؟ نورماليزيشن. هكذا حنشوف النورماليزيشن هنا. هنا ايش عمل؟ هنا انه اخذ التريننج داتا سيت والتست داتا سيت اخذ سامبل 80% وهنا بدا يعمل شويه فيجواليزيشن. هذه بير بلوت. احنا ايش حكينا في علاقات واضحه بالنسبه لي؟ بدي اتاكد منها في الفيجواليزيشن. حكينا في علاقه بين الوزن والسحر صح؟ هاي الويت والام بي جي كيف؟ بس خلي بالك هذه انه عدد المايلز بير جالون معنى ذلك انه كل ما زاد عدد المايلز بير جالون كل ما بالضبط عكسية بالضبط كل ما زاد الويت بتقل عدد الكيلوات او المسافه المايلز اللي بتمشيها السياره للجالون الواحد تمام.
نيجي نشوف مثلا عدد السلندرز. هاي عدد السلندرز، انا في عندي سيارات فيها 4 6 8 تمام مع الويت. لاحظوا انه في بعض السيارات النادره اللي فيها 3 سلندرز نادره جدا، وفي بعض السيارات النادره جدا فيها برضو 5 سلندرز. سيارات بتيجي يا 4 يا 6 تمام. فالان واضح انه كل ما زاد عدد السلندرز، او عفوا كل ما زاد الويت كل ما زاد عدد السلندرز، لانه بتحتاج للسلندرز اكثر في المحرك عشان انه تقدر انه هي تقوم بالسياره. كل ما زاد الويت بلاقي انه هنا السلندرز بتزيد بالضبط. الان نيجي للسلندرز مع الام بي جي. هاي بدي اطلع عليها وين، هاي وهنا. فهنا انا عندي 4 6 8، ايش بلاقي العلاقه؟ عكسيه، انه انا كل ما زادت السلندرز كل ما قلت عدد المايلز اللي بيمشيها السياره بيرجلهم، لانه بتسحب اكثر تمام. كل ما قلت السلندرز كل ما كان انه المايلز اكثر تمام بالضبط. اوكي هنا حضر الواي، هنا شفنا الديسكريبشن احنا تمام. نعمل له ترانسبوز، وهنا عمل بوب للام بي جي. كيف؟ هذا من الترين ستاتس، هذه بترجع لي داتا ترين داتا سيت دوت ديسكرايب. هي بترجع لي انه اسماء الاعمده بالاضافه للستاتستكس تبعتها. عمل بوب للام بي جي منها تمام، وراح عرضها بعد ما عملها ترانسبوز. بس يعني هذه مجرد انه ديسكريبشن بدون الام بي جي بس. اجيت هنا يبقى هذا الكلام من الترين ستات عمل البوب، مش من الترين داتا. هاي هنا الترين داتا هي اللي عمل فيها بوب للام بي جي اللي هو تريننج ليبلز، وهنا للتست. هاي جزئيه الداتا نورماليزيشن اللي حكيت لكم عنها. فبالتالي عرف داله نورم بد اكس، ايش برجع؟ القيمه ناقص المتوسط تقسيم الستاندرد ديفيشن تمام. عشان هيك جاب الستاتستكس واستثنى منهم الام بي جي. نورماليزيشن فيه مظبوط نعم. فهنا يعني هذه على فكره بالمناسبه انه انا اديته داتا فريم كامل، وراح طبق هذا الكلام كله على الداتا فريم. كل فاليو بروح بقسمها من المتوسط تبع العمود ناقص تقسيم عفوا الستاندرد ديفيشن تبع العمود. كيف؟ بالضبط اللي هو من الستاتستكس، هذا من نفس العمود. ايوه من الستاتستكس. اوكي وطبق هذا النورماليزيشن على الترين وعلى التست، النورم ترين داتا والنورم تيست داتا. الان نيجي للموديل. هذا الكلام كله كان تحضير، شفنا استكشفنا البيانات، ايش عملنا؟ كان في عندنا عمود معمول له ليبل انكودنج، رجعناه لكاتيجوري، وبعدين رحنا ردينا رجعناه ل وان هوت انكودنج، وبقية الأرقام بعد ما استكشفناها رحنا عملنا لها كلها نورماليزيشن. مهم جدا أشوف المين والماكسز، أشوف الرينج تبع البيانات تبعتي، عشان لما تيجوا تطبقوا نيورال نتورك على الهاوس برايس إنه تعملوا الشغلات هاي. طيب الموديل تبعي، لاحظوا هنا إنه هذه الشغلة جديدة علي، مش جديدة كتير يعني، إنه أنا ما ضفتش دنس فيتشر. إيش ضفت؟ دنس في 64 نيورون، بس ايش مررت باراميتر ثاني اللي هو عباره عن الانبوت شيب، عدد الاعمده في الداتا سيت. هو لحاله راح يعمل لي طبقه قبل هاي الطبقه، كم نيورون فيها على حسب عدد الاعمده تمام. هاي الطبقه الثانيه تعتبر
الطبقة الثالثة والطبقة الأخيرة واحد ليش؟ ريجريشن. تمام؟ الأوبتمايزر هذه المرة غير، بدل ما كان يستخدم الآدم استخدم الـ RMS Root Mean Squared Probe. تمام؟ بعديها كومبايل اللوس، بديله أي حاجة فيها ايرور MSE أو MEA Mean Absolute Error، والأوبتمايزر بتساوي الأوبتمايزر هاي اللي عرفه برا، والمتريكس طلب الاثنين المين ابسوليوت ايرور والمين سكويرد ايرور. تمام، هذه مجرد انه داله بيلد موديل تعمل لي تعريف لسيكونشال موديل، وبتعمل كومبايل له وبترجع لي اياه. لسه. تمام، هنا بدي اشوف السمري تبع الموديل، فبحكي لي انه اول طبقه دنس، وهنا عدد الكونكشنز اللي فيها. تمام، طبعا هذا الرقم من وين اجى؟ هو عبارة عن 64 ضرب عدد الأعمدة اللي موجودة هنا. تمام، بعديها الطبقة الثانية فيها 64، والطبقة الأخيرة اللي أنا في عندي 1 نيورون، وهنا عدد البراميترز 65، فبالتالي 4,800,000 بارامتر. هجيت حياخد باتش، اكزامبل باتش، جزء من البيانات، قديش حجمها؟ قديش مقاسها؟ 10 من النورم ديتا، وطلب منه طلب انه هو يعمل بريدكت. مش ملاحظين حاجة؟ انه احنا بنعمل بريدكت بدون ترين، بدون ترين. لا هاي في كومباي. طيب البريدكشن هذا اللي بيطلع معايا بناء على ايش؟ بناء على الراندوم ويتس، فبالتالي بتوقع انه الايرور عالي كثير، شغلات مش منطقيه اللي بتطلع معايا. تمام، هاي الفكره في الموضوع، انه الموديل الان صار جاهز وبقدر اعمل فيه بريدكشن مش تريند. تمام، فالهدف في التريننج انه انا اعاير الويتس بحيث انه انا اقلل الايرور. شوفوا الايرور هنا قديش، فهجيت هم 10 اكزامبلز، قديش حيرجع لي؟ 10 قيم. بقول لي انه السيارة الأولى بتسحب 0.5 أو بتمشي عفوا 0.5 مايل بير جالون، والسيارة الثانية تمشي بالضبط. لكن نرجع للمايلز بير جالون، أنا عندي المين والماكس تبعتها، الـ MPG المين قديش؟ 9 والماكس 46. كل الأرقام هذه بعيدة، بعيدة كثير، يبقى الـ error كثير عالي. كيف؟ لا، للـ MPG لا. أيوة استثنيناها، يعني هنا بالضبط عمل دروب لإلها. طيب نعمل ترين، قديش حطيت عدد الايبوكس؟ 1000. ايش اديته؟ هنا بدنا نتعود شغله جديده، من الان فصاعدا انه الموديل دوت فيت ايش بدنا نخزن؟ الراجع تبعها في هيستوري. ليش؟ لانه بدي استخدمه في البلوت عشان اعرف والله وقعت في منطقه الاوفر فيتنج ولا لا. فهنا ايش اديته؟ النورم ديتا بالاضافه للتريننج ليبلز، التريننج ليبلز هي. مش نورماليزد، 28 22 مش نورماليزد. اوكي، وايش اديته كمان؟ عدد الايبوكس، واديته فاليديشن سبليت، انه من الترين خد لي 20% كمان فاليديشن، هذيك بدي اخليها للتست اصلا اللي قسمتها فوق. وهنا في عندي شغله جديده كمان، ايش هي الكول باكس؟ ايش اديته في الكول باكس؟ تي اف دوكس، هذه كان نضطر انه احنا نكتبها كود يعني، بس الان صارت جاهزه في الباكج تي اف دوكس موديلنج دوت اي بوكس. يبقى ايش الشغلات الجديده هنا؟ انه انا بدي اخزن في الهيستوري، ايش كمان؟ وبدي اعمل كول باكس. تمام،
فالكول باك ايش بيسوي لي هذا؟ لاحظوا انه انا عندي 1000، لو ما استدعيتش الكول باك ايش معناه؟ بده يطلع انا عندي في الاوتبوت 1000 سطر، صعب علي ان انا اتبعهم. فهنا في الكول باك بحكي له انه كل ايبك اطبع لي بس نقطه، تمام؟ هي بتلاحظوا انه هذه عباره عن نقطه لكل ايبك، وطبع لي النتائج كل 100 ايبك، تمام؟ فبالتالي هاي ايبك 0 هيو مشي زي هيك، بعد هيك ايبك 100 جاب لي المين ابسوليوت ايرور الفاليديشن والمين سكوير ايرور نتائج زي هيك، تمام؟ وينها؟ في ار دوكس؟ هذا عباره عن كود جاهز انه بقدر انه يعني انه انا اعمل استخدم فيه انه شغله جاهزه للايبوك دوتس. هذه لو انا بدي اكتبها كتابه بدي اكتب كود اطول شويه، بدي اكتبه هنا، تمام؟ واقول له انه بدي اياك تطبع لي نقطه كل ايبوك، تمام؟ واظهر لي النتائج كل 100. فبالتالي هذه حتحتاج انه يمكن سطرين من الكود عشان انا اسويها، فبالتالي هي موجوده هنا جاهزه، فخلاص بعملها كول بس في الكول باكس. فاخر ايبوك انا عندي هنا قديش النتائج كانت، او عند الايبوك 900 كانت المين ابسوليوت ايرور 2 وهنا 9. كمين ابسوليوت ايرور 2 معناها انه انا باجي بقول انه السياره هذه بتمشي مثلا 18 كيلو بلس اور ماينس 2 مايلز او يعني 2 كيلوز بهذا الشكل، اوكي؟ كيف؟ صحيح، وهذا الشيء قصده، هذا الشيء قصده. لاحظوا ان انا ايش في عندي هنا؟ مين ابسوليوت ايرور؟ لاحظوا هنا 22 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 4 1 0 3 ايش بيصير؟ بقل. لكن الفاليديشن 2 1 2 0 رجع طلع هنا 2 1 هنا في الطالع 2 2 2.2 4 هنا 38 هنا 35 في الطالع، في مشكلة. كيف؟ لا انا بقارن مين سكوير بس للتريننج مع مين سكوير بس للفاليديشن. انا في عندي اربع متريكس، مين ابسولوت ايرور للتريننج، مين سكوير ايرور للتريننج، وفاليديشن فال مين سكوير ايرور، وفال عفوا فال مين ابسولوت ايرور، وفال مين سكوير ايرور. فانا بقارن مين سكوير ايرور للفاليديشن مع المين سكوير ايرور للتريننج. لا بقارن هذه مع هذه، لكن هذول الاثنين بنفعش ان نقارنهم مع بعض، سكيل مختلف. فالان كمان مره لاحظوا معايا انه هنا المين ابسولوت ايرور للتريننج بدا 22 صار 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.04 1.03 في النازل. تحسن ولا حفظ البيانات للتريننج؟ تمام؟ لكن في الفاليديشن انكشفت الامور، تمام؟ وين؟ بدا ينزل، متخيلين المنحنى زي هيك انه بينزل عند نقطة معينة وبعدها بدا يطلع تاني، تمام؟ يبقى هنا 2.15 2.7 بينزل 2.9 بدا يطلع 2.19 لا هنا 0.07 هنا 0.9 بيطلع بعدها 19 23 20 نزل شوية 24 38 35 بس انه في الطالع، يعني انه اقل قيمة كانت عند ال 200. معنى الكلام انه هذا كله من عند ال 200 لغاية ال 1000 هذا ملوش لازمة، فبدي حاجة تعمل لي ايرلي ستوب.
وهذه المنطقة اللي هي من 200 وطالع هذه كلها اوفر فيتنج. هذا الكلام حيبين وين انا عندي في البلوت. تمام؟ يبقى كمان مرة انا ايش في عندي شغلات جديدة هنا؟ الهيستوري حنستخدمها في البلوت الان والكول باكس، لانه يعني مستحيل انه يكون في عندي في الاوتبوت 1000 لاين وضلني اعمل طول الوقت سكرول زي هيك. طيب نيجي الان للبلوت. للبلوت هذه عبارة عن ديكشنري حولتها لداتا فريم. هيستوري دوت هيستوري عبارة عن ديكشنري حولتها لداتا فريم، تمام؟ وضفت عليها عمود ايش اسمه؟ الايبوك، عمود جديد. ايش بتساوي الهيستوري دوت ايبوك؟ شوفوا الداتا فريم هذا كيف شكل. طبعا هذا التيل تبعه. عندي عمود لللوس وبرضه عمود مقابل للفال لوس، عمود للمين ابسوليوت ايرور وعمود للفال مين ابسوليوت ايرور، عمود للمين سكويرد ايرور وعمود للفال مين سكويرد ايرور، بالاضافه لعمود الايبوك اللي هذا ضفناه في الاخير. هذه عند الايبوك 995 كانت الفاليو تبع الفال مين سكويرد ايرور هالقد، وكانت تبعت الفال مين ابسوليوت ايرور هالقد، وهكذا. جاب لي عند كل ايبوك قديش اللوس والفال لوس والمين سكويرد ايرور والفال مين سكويرد ايرور والمين ابسوليوت ايرور والفال مين سكويرد ايرور. تمام؟ فما دام انا عندي الايبوكس بقدر ارسم، انا عندي في الاكس اكسس الايبوكس وفي الواي ايرور، اشوفه طالع ونازل زي هيك. تمام؟ هكذا انا عرفت البلوتر. برضو هذه شغله جاهزه، كنا نضطر ان احنا نكتب اكواد كثيره زي هيك. تي اف دوكس بلوست هيستوري بلوتر، تمام؟ وعامل سموثينج، وهنا راح رسم العلاقه بين البيزك هيستوري والمين ابسوليوت ايرور. تمام؟ هنا الايبوكس من 0 لغايه ال 1000، وهنا المين ابسوليوت ايرور للام بي جي. ايش بلاحظ؟ انا في عندي هنا 2 لاينز، واحد للفال وواحد للترين. الترين هذا الخط المتصل. ايش بلاحظ؟ انه هيو قاعد في النازل، كل ما زاد الترين هيو قاعد في النازل. اما الفال التقى عند الترين عند منطقة معينة وبعديها انه استقر وبعديها صار في الطالع. تمام؟ معنى ذلك انه هذه المنطقة كلها زي هيك، شايفين اللي انا علمتها هذه بالماوس، هذه ملهاش لازمة، فيها اوفر فيت. ليش؟ يعني هو اتجه باتجاه انه هو حفظ الترين داتا سيت، عملها ميمورايز، لكن بغلط الايرور عنده بيزيد في الفاليديشن. هذا ما بدناش اياه. طيب هذا الكلام لايش؟ للمين ابسوليوت، نفس البلوت بس مين؟ مين سكويرد، نفس الكلام بس الجاب بيناتهم اكثر، لانه الفاليو هنا لاحظوا انه الفاليو في المين ابسوليوت ايرور 2.19 بس هنا 8، فهنا اوضح اكثر. تمام؟ اوضح اكثر انه هم متفرقين زي هيك، ف في اوفر فيتنج. لازم ايش؟ صحيح، اول ما يستقر لازم اعمل ستوب، وهذا اللي احنا بدنا ناخده هنا. لانه الاثنين ايرورز، سواء كان مين ابسوليوت او مين سكويرز. اكيد احنا شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ايرلي ستوب. بدي اقول له انه انت اول ما تلاقي حالك في الطالع خلاص ستوب وقف. فا ايرل ستوب بتساوي كي راس، ايش التايب تبعه؟ كول باكس ايرل ستوب. بدي اطلب منه ايش يراقب؟ الفالوس، واقول له استنى علي 10 ايبوكس، لقيت حالك انه انت ما تحسنش او صرت في الطالع ستوب. بالضبط
بس هذه برضه بتعكس الاثنين، يعني الفال لوس اللي هو عباره عن الايرور اللي هو الواي بريدكتد ماينس الواي الاكشوال بالضبط. بس هذيك انه باخذ لها ابسوليوت وهذه باخذ لها بالضبط. فهنا ممكن اغير انه راقب لي المين سكواد ايرور او المين ابسوليوت ايرور. تمام. يبقى هنا الايرلي هيستوري عملنا موديل جديد سمينا الهيستوري هذاك لانه هذاك الهيستوري خليه سميناه ايرلي هيستوري. عملت فيت للموديل اديته النورماليز داتا والليبلز وعدد الايبوكس زي ما هم 1000 لسه ضايل بس هيعمل ايرلي ستوب والفاليديشن سبليت تمام والفيربوس بتساوي 0 وبطلب منه انه هو يطبع لي دوتس ويظهر لي النتائج كل 100 ايبوك وهي الكول بوك الكول باك الثاني اللي هو الايرلي ستوب. ستوبت لسه ما وصلش لل 100 كمان يعني لسه ما خلصش ال 100 تمام ما كملش الدوتس فبالتالي ما طلعليش يعني اخر شيء انا عندي انه هنا 22 لسه بدي اشوف هذا الكلام في الايفالويشن تمام. خلينا نشوف الرسمه للمين ابسولوت ايرور. هذه رسمه معقول خلاص ان هم متلازمين تمام خلاص اول ما استقر خلاص ستوب ما توقفش ثاني ويضلهم يتباعدوا عن بعض. فعند وين؟ عند تقريبا ال 85 وهذه نشوف انا عندي الايفالويشن قديش. الايفالويشن اللي عن صحيح انه 1.9 اللي هو المين ابسوليوت ايرور. يعني زي ما حكيت لكم انه هاي السياره بتمشي 18 بلس اور ماينس 1.9 كيلو تمام. فبالتالي اللي تعلمناه جديد هنا انه بجاوب على اسئله كثير عنكم انه قديش عدد الاي بوكس اللي انا احطها قديش السايز تبع النتورك اللي انا احطه فبالتالي انه برضه السايز انه برضه لما في الايرور هنا اذا كان السايز تبع النتورك كثير كبير واتجهت باتجاه الاوفر فيتنج حتلاقي انه الفاليديشن والتريننج بتباعدوا عن بعض تمام. طبعا هذا الكلام عشان يعمل بريدكشنز لاحظوا هنا انه الترو مقابل البريدكتد. لو الترو نفسها هي البريدكتد المفروض انه ايش يطلع؟ لاين صح؟ بس هنا ايش طالع؟ سكتر. يعني على سبيل المثال انه هاي السياره انه هاي الترو وهي البريدكتد جنبيها مش كثير انه هي مطابقه فوقيها بالضبط. لو مطابقات فوق بعض بيطلع فوق بعض انه زي هيك تمام؟ هذه مش لهاش لازمة مش طرق كثير اوكي. ما حكاش ايش؟ صحيح لانه الداتا انا عندي نورماليز فاكره في الـ في في الـ في الـ في الايمج مش كانت عباره عن باي اري بالضبط. فبالتالي لما تكون كلها ارقام بهذا الشكل الرين تبعها من 0 ل 1 خلص ما فيش ممكن ان احنا نتاكد من هذا الكلام. لسه باندا داتا فريم تمام بس الفكره في الموضوع انه ما دام انه هي داتا فريم وارقام كلها بيقدر انه هو يتعامل معها. هجيت تحويلها لفاليوز زي هيك لنم باي اري بكتب دوت فاليوز
فتحولت لاري. فالان اذا يعني هو انترنالي بحاول انه هو يحولها لفاليو زي هيك، زبطت معاه الامور كان بها، ما زبطتش معاه انه كان باي اري ساعتها انه هي بتطلع الايرور والمشاكل، وساعتها لازم احولها لتنسور ديتا بالضبط. بالضبط بيطلع لنا ايرور، ولازم تكون في عندي الداله تبعت التحضير اني احولها لتنسور فلو ديتا. تمام، بس طالما انه هي نورمالايزد، انه الرينج تبعها انه كلها نيوميريك في رينج نورمالايزد، فانه الامور تمام. لا عادي بيقبلها مش مشكله. لا تمام، في اي سؤال؟